طبعا كتير مهم موضوع النظافة، وخاصة الأولاد وقت تكون بعد مناعتهم مش مكتملة ضروري نكسبهم المناعة، وضروري نتناظف على الأغراض اللي بيستعملوها وخاصة للأكل. اليوم هذا موضوعنا مع كارلا بخفيف نظيف. صباح الخير كارلا. صباح الخير جوزيف. مثل يعني ما قلت كتير مهم أنه نتناظف على أكل الأطفال، لأنه جهاز المناعة عندهم بعده ما اتطور مثل ما لازم. من هيك أي شيء بدك تحسب قليل، يعني ريسك صغير أنه الأكل منه محضر بطريقة مضبوطة أو ما انحفظ بطريقة مضبوطة، نحن عم نعرض الأطفال للتسمم الغذائي. وليش نحن منخاف كتير على الأولاد؟ لأنه الأطفال وقتها ينصابوا بأسهال استفراغ، مساحة جسمهم صغيرة وكمية المي بجسمهم بيخسروها كتير بسرعة. من هيك بيتعرضوا للتجفاف 10 مرات أسرع من الشخص الراشد. وأول ما نحس أنه الولد عنا شك عنده أسهال عنده استفراغ، مباشرة عند الطبيب أو على المستشفى لحتى يتوقوا من مشكلة التجفاف. بس أهم شيء، أهم من هيدول كلها، لازم نحن مثل ما قالت جوزيف ننتبه على أكل البيبي. وفي كتير من الأمور عادة بنعملها أكل البيبي، وخاصة التتين والتتين والبيبرون والحليب والكل كل هالامور. هلا بعد في شيء اخطر من التتين جوزيف وما ننتبه له، هلا رح نشوفهم سوا. اول شيء بالنسبه للحليب والبيبرون، اذا الطفل ما عم بيرضع من امه وعم بياخذ بيبرون حليب، عاده كثير من الاشخاص بتشوف تحضرت قنينه الحليب. اول شيء طبعا تحضرت، بدنا ننتبه انه تتحضر ب مي نظيفة. إذا ما عنا مجال نستعمل مية شرب بالمختومة بالأنينة، نغلي المي. هلأ أول شيء اللي بيصير أنه مثل ما رح نشوف هلأ معنا، البيبي كتير من الأطفال ما بيخلصوا قنينة الحليب. بس قبل ما تقولي المي بس نغليها، قد ما تركناها بتضل معقمة اجمالا واذا هي مسكره وعقمناها يعني بعد ساعتين ثلاثه او 24 ساعه ما في مشكل، ممكن انه نعقمهم ونحطهم بالبراد كمان بيكون احسن. بس هون اهم شيء نقول جوزيف انه وقتا نحن بدنا نحضر الحليب للاولاد كمان بدنا نكون ايدينا نضاف، مغسلين ايدينا مزبوط الى اخره، وعم نحسب حساب انه الولد بده يشرب البيبرون كلها. هلا اللي عم بيصير انه بتلاقي كثير من الاهل بيشربوا البيبي الحليب، بيبقى منه كميه وبيحطوها مثلا بالبراد. هلا او كمان مثل ما بدي بين معنا او بين معنا، البيبرون كمان ممكن انه تنوضع ما تنحط بالبراد، تضل على الطاوله على حد تخته للبيبي لفتره معينه. اجمالا نحن اذا ولا بد بدنا نعمل هالشي لازم ما تتخطى هيدي الفتره النص ساعه. يعني انا البيبي ما خلص البيبرون، نص ساعة زمان ما شربها بتخلص من الحليب، ما بتركها لأكثر من ولا نص بالبراد ساعة ولا بالبراد. يعني حتى أنا البراد كل شيء دق بتم الولد، يعني دخل له من ريقه من السلايفا بقلبه في بكتيريا، وهيدي البكتيريا بتخلي البكتيريا تزيد بقلب الحليب. من هيك إذا أنا حضرت حليب والبيبي نام غفي وما بعد ما شرب من البيبرون بحطها بالبراد. بس إذا أنا البيبي شرب منها، أول شيء ممنوع تنترك أكثر من نص ساعة برات البراد، وإذا بدنا نحطها بالبراد أحسن، بس كمان مش أكثر من فترة نص ساعة. وعلى صحة السلامة ما شربها نتخلص من الحليب، هيدا بنكون نحن 100% مأكدين أنه ما في أي مشكل وما في خطر. نرجع ننتقل للأكل، أكل البيبي. وقتها بتلاقي عم نحضر الطعام، طبعا وقتها تحضر الطعام عندك طريقة التحضير، يعني هي قديش واحد يكون نظيف. بس اللي بيصير كتير من الأوقات نحن الأولاد بيأكلوا من الطعام من الصحن، نرجع منغطيه
ومنحطه بالبراد إن كان من المرطبين أو من الصحن. هون اللي بدنا نقوله كتير غلط إنه ولد أكل من دق تمه بالأكل نرجع نضبه ليكفيه تاني نهار، هيدي ممنوعة تصير. يعني بدنا الولد لو بقي أكل بالصحن بدنا نكبه، كل شيء اكل منه الطفل لانه البكتيريا اللي بالساليف رح يطلعوا انتقلت البكتيريا اللي بالساليف او بال بس نحن فينا نحضر كميه اكل كبيره ونبردها ونحطها ونبردها كمان. يعني انت وقت تقول عندك مرطبين من الطعام فتحته سكبت منه بصحن والمرطبين رجعت سكرته وحطيته بالبراد مش مشكل، بيبقى لفتره نهار. او مثلا صحن سكبت منه وحطيت اكل منه الولد بس يلي سكبت منه بعده نظيف فيك ترجع تحطه بالبراد، بس اي شيء دق بتم الطفل ممنوع انه نحن نرجع نخبيه لتاني نهار. كمان عادات كثير بنعملها هو استعمال العسل. كثير من الاهل بحسوا انه العسل مغذي للاطفال وبيزيدوا لهم اياها ب حليب. عنينة الحليب. هون بدنا نقول ليش غلط نحط عسل مع الحليب عند الأطفال، لأنه العسل يستخرج من الشمع الشمع يعني يلي بيكون يلي بيجيبوا النحل أو بيطلعوا النحل، بس ما بيتعقم. وهيدا العسل ممكن يكون فيه بكتيريا كتير خطيرة بنسميها هي البوتوليزم، وهيدي ما بتنقتل. أو عم بحكي عن عسل طبيعي، لكن في عسل معقم بيكون بمرطبين اللي هو مش كتير طبيعي يلي بيكون بالبراد، هذا يمكن يكون سكر يعني بقى يفضل انه ما نستعمله ما له عسل. هلا هون بدي اقول انه صحيح العسل بيعطي مناعه باول يعني في انتي اوكسيدنتس، بس ما بدنا نعرض الطفل لهالخطر، بنفضل انه نستغني عن العسل لأي عمر لبعد عمر السنتين لنحن نكون اكيدين انه جهاز المناعه عنده قوي وممكن انه يقدر يقوي يعني البكتيريا. اللي بيقول لك تركيه على الارض خليه يكدوش التراب وخليه يعمل وخليه يحط ايده بتمه من بعد ما حطها بالجل وكذا. هلا ممكن يكون انه بتقدر مناعة. بتقدر لدرجه مش ضروري الواحد يكون كثير مسلسل، بس هدول الاشياء اللي عم نحكي عنها هي حالات صايره الحالات البدائيه اللي لازم نتبعها. بس اذا الولد بالارض مش بالارض حط ايده من وقت للتاني ماشي الحال، بس انه بالاكل تكاثر البكتيريا بقلب الاكل خطير جدا انه ممكن يسبب للتسمم الغذائي. وبالنهايه بننهي حلقتنا بانواع او الامور اللي لازم نعملها واللي هي دائما بنرجع بنحكي عنها وبنذكرها. اول شيء بالنسبه للحليب وتحضير الحليب والبيبرون، كثير مهم انه نحن نغسل البيبرون بالاول كثير منيح، يعني مثل ما عم بيبين معنا بدك تغسل كل اجزاء البيبرون، بدك تغسل طبعا القنينه بس كمان الغطاء اللي بيسكرها مع التتين، بدهم يتصوبنوا مزبوط وبدهم يتفوحوا ينشال منهم الصابون كثير منيح كل اجزاء البيبرون. بعدين من بعد ما تكون انت غسلت منيح طبعا بالمي والصابون، اذا كانت مي سخنه احسن، بدهم ينحطوا يتعقموا، اذا كان عندنا مكنه للتعقيم احسن، اذا ما عندنا بنحطهم بطنجره وبنغليهم على النار. كمان كثير مهم انه نحن وقتها بدنا ناخد اي شيء اكل معنا للولاد يكون معنا شنطه صغيره بتحفظ الحراره، حاطين فيها بلوك الثلج بقلب الشنطه وننقل فيها اكل الاطفال. المناعه بعد سنتين بتصير مكتمله؟ ما في شيء مكتمل بالنسبة للمناعة عند الأطفال لا بعد ما يكونوا قطعوا مرحلة المراهقة، من هيك بدنا نضل عم ننتبه كتير عليهم كل هيدي الفترة. وهلأ فترة الشوب والطقس والحرارة المرتفعة بقى بدنا ننتبه بعد أكثر. مش بس على السنتين، لكن أنا بقول لكم معلومة أخذها من كارلا من قبل، الطبخة بس تنطبخ ما تبقى أكثر من نص ساعة على الغاز، لانه اكثر مرحله بيصير فيها بكتيريا هي عند انتقالها من السخن سخن للبارد، يعني لازم شوي تسخن. لازم نحن قد ما فينا نبردها بوقت سريع، يعني بخلال ساعه لازم الطعام اللي طبخناه نكون بردناه وحفظناه بدرجه منخفضه بالبراد او بالثلاجه. شكرا لك كارلا. شكرا لك. الله راد. يوم بكره بموضوع جديد. لكل المشاهدين رح نتقل انا وياكم عند دكتور الفريد كرام بروبايوتيك بلس. صباح الخير.
يخليك يحفظك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. طبعا ما نكمل حديثنا عن بروبايوتيك بلس اللي كمان بلشناه الاسبوع الماضي وراح بنكفيه كمان خلال هالاسبوع، وهو ما نفعه. بدي اقول كمان للمشاهدين اللي بحب يحكينا عن تجربته او حتى عن اي استفسار عن هالموضوع، في تصل فينا، ارقام تليفونات عم تمرق قدامكم على الشاشه. حضرت لهم اليوم عندنا حد ال 17 او 18 فائده، هيدا اللي واثقين منه. هلا في فوائد كثير بتحصل، هيدي ما راح احكي عنها انا لانه منا 100% موثوقه. لما تكون 70 80 90% نحن ما بنحكي عنها، بنحكي عن شيء اللي هو 100% بوصلنا الى هالفوائد هيدي من خلال البروبايوتيك من خلال اخذنا البروبايوتيك بلس كعلاج بالبدايه، وبعدين متابعتنا له كتواصل يومي حتى نحافظ على هالبكتيريا داخل الجهاز الهضمي. نعم. المره الماضيه كنا حكينا عن اول ثلاثه واجينا اتصالات ووقفنا عند ثلاثه، بنكفي اليوم من الرابع. نعم. لنرجع نذكرهم فيها انه بخفف من حده التعصيب او حده الانكسايتي، عدم الرياح، الانزعاج اللي هي السريع. كثير من الامراض يعني. نعم. وهون بفضل الفيتامين بي اللي هو بيصنعه، والأسيد التريبتوفان. هلا في حكينا عن اهميته، بالنسبه للهضم، عمليه الهضم، وخاصه الثلاث عائلات الكبيره اللي هي كربوهيدرات، سكريات يعني، والدهنيات والبروتينات. نعم. وهون عنده بحب خلي الناس يعرفوا انه اللي عندهم متاعب على الجلوتين، حساسيه، او اللي صار بالمرض الجلوتين اللي هي السيلياك ديزيز، البروبيوتيك بلس والبكتيريا اللي فيه بتساعدوا على توليرنس على هالموضوع. وعن هيدا الكوليسترول كمان حكينا. حكينا كمان، اذا حكينا لحديث الاربعه، حكينا عن اهميته بالنسبه ل اهميته بالنسبه لقضيه كيف بيشتغل على انقاص الكوليسترول بفضل الاوروتيك اسيد اللي هو بيصنعه، وهيدا بينزل حد ال 20% من الكوليسترول. وهون من العاطل، من الكوليسترول العاطل، عم نحكي عن بيعلي الجيد؟ لا، ما بيشتغل على الجيد، الجيد بده غذاء. اكيد اللي عم بياخد الغذاء الجيد اللي عم بياخد مثلا اوميجا 3 وكل هيدي، نعم. اكيد البروبيوتيك بلس رح بيساعد على هضمه واستيعابه بهالطريقه، اكيد الاتش دي ال رح يعلى، لكن هو ما عنده دايركت افكت على حتى نحكي الشيء المضبوط. نعم. هلا في شغله مهمه بنحب نقولها، انه البروبيوتكس وهون اهميته عم نعطيها الاهميه كبيره لانه الاطباء اعطوه الاهميه، لانه الباحثين اعطوه الاهميه هيدي، انه عنده حاله او فعاليه الانتي بايوتيك لايك اكتيفيتي، يعني هو كانه انتيبيوتيك او عنده فعاليه الانتيبيوتيك بس مش بدون ضرر، لانه الانتيبيوتيك عاده بيضر الجسم. صح صح حالي بالحالي. صح. نعم. لانه بكتيريا الصديقه هي تتحول الى قوه عامله ضد البكتيريا الضاره، ما بتحول ضد رفيقاتها. نعم. وهون اهميتها افضل من الانتيبيوتيك. اوكي. اذا عندها ذكاء بيولوجي بيقدر يحفزها ويحفز رفقاتها نحو الشيء الانتيجين، شيء المضاد للجسم. يعني مهمة محددة وهي محاربة البكتيريا العاطلة. الانتيجين. نعم. أي شيء انتيجين، أي شيء حتى يبعدنا عن كل متاعب يمكن تأثر على الجسم وتخليه يصير الجسم يحارب حاله بحاله، وهم ندخل بدوامة الأمراض اللي هي مناعية ومتعبة جدا لنا. هلا بهال موضوع نحن بنحب نشدد عليه حتى تقدر البكتيريا تشتغل، لازم تكون موجودة، لازم تكون مقيمة، ولازم يكون في عندها عمل يومي. هالعمل اليومي بيساعدها بغذاء أفضل، وبيساعدها بأخذنا المتواصل. نعم. لهالبكتيريا هيدي، لأنه في عندها عمل دايركت مباشر على جهاز المناعة. وهون بحب أسس على الموضوع أنه هالبكتيريا هيدي تجمع ما بين المناعتين اللي نحن عنا إياهن، المناعة المكتسبة والمناعة اللي بتولد معنا. أوكي. هون نحن عم نحكي هل المستحضر أو هالفيتامين اللي هو بروبيوتيك بلس بيتاخد بلا استشارة الطبيب، ولا استشارة هي هالفوائد وهالمعلومات اللي عم تعطيها حضرتك خلال حلقات عالم الصباح؟ أكيد البروبيوتيك بلس يؤخذ بدون استشارة الطبيب، لكن الأطباء اليوم بيوصفوه، لكن المريض بحاجة لطبيبه لما يكون مريض حتى يستشيره لمرضه. أوكي. هيدا أشياء لازم نعرفها مع
الدواء اللي عطيه المريض الطبيب للمريض مع الدواء اللي عم بياخده هو من الافضل احسن له يروح نحو البروبيوتكس. ليه؟ لشيئين مهمين. نعم. اول كل رح بيساعده على امتصاص الدواء اللي عم بياخده بكميه افضل واحسن حال، وثاني شيء رح بيروح بيشتغل على الاساس، على البيسس، على تقويه المناعه، تقويه الجسم، حتى يقدر المريض يطلع من مرضه. شو بده يعني المريض غير ما يطلع من مرضه بياخذوا الدواء؟ يعني في بعض المواد الغذائيه بيقول لنا خذوها لانه بتساعد على هالمواضيع، كيف اذا كانت مركزه بهالطريقه اللي فيها صح مليارات مثل ما عم تقول حضرتك بداخل هالكبسوله الصغيره اللي مدروسه من البكتيريا صح الجيده؟ من هيك نحن عم نعطيها الاهميه، هيدي اهميته كبيره لانه بيشتغل بطريقه مباشره، بطريقه عمليه على جسم الانسان حتى يحسن له من وضعه. نحن شو حابين نقول؟ نحن حابين نقول للامهات، حابين نقول للاهالي، حابين نقول لكل الناس، لكل مين عم بيسمعنا، انه معلوماتنا جايه من مصادر موثوقه موثقه. نعم. وهيدا تم بفضل مين؟ بفضل هالباحثين، هالقاده، هالاطباء اللي عندهم انيشيتيف، مبادره شخصيه، يروحوا على هالدراسات هيدي. تبين بهالعشرين سنه الماضيه خبره اساسيه نحن اكتشفناها من نظريه الى عمل جبار. نعم. انت بتعرف انه الادويه لما تروح الشركات الضخمه وبدها تنزل دواء للسوق لمرض معين وتعرضه على الاطباء وتصير الناس ياخذوه، بتكون مجربته ألف تجربه، مئات والافات تجارب. نعم. على مختبر بالمختبر او على نعم الحيوانات بالبدايه. دكتور الفريد مالي رح اطشك شيء، ياخذ اتصال. جريتا من جل الديب، صباح الخير جريتا. الو جريتا، اذا ممكن اسمعينا من التليفون مش من التلفزيون. بونجور، تفضلي دكتور الفريد عم يسمعك، شو سؤالك؟ اي اوكي. ايه انا بدي اسال الدكتور، انا لو عملت ريجيم بضل عندي بطن، في اخذ البروبيوتيك بلس؟ اكيد. اكيد انت وعم تعملي ريجيم خذي البروبيوتيك بلس، وانت وخلصتي الريجيم خذي البروبيوتيك بلس. ليه؟ لانه رح بيروح يشتغل على هالنفخه او على البطن المنفوخ، البطن الغير ممسوح. نعم. نحن بطننا لازم يكون، حتى لو كنا ناصحين، نعم، ما لازم يكون فيها النفخه. حلو الانسجام، حلو الانسجام اذا البنت جسمها مليان بس منسجم، حتى مليان وما طيب فيها مزبوط. بنت رفيعه ونحيفه وتوب موديل وعندها النفخه، ليه النفخه بتيجي؟ بتيجي من وراء المصران، والمصران بياخذ جزء كبير من الجسم. نعم. بروح بينفخ البطن هيدا، ببين التواء وبين عدم انسجام. البروبيوتيك بلس رح بيروح بخفف النفخه حتى ولو كان الحجم المصران نافخ 10 اضعاف حجمه. نعم. المصران بيقدر ينفخ ل 10 اضعاف حجمه من جراء متاعب فيه. أوكي؟ اوكي، هيدي علامه، هيدي تنبيه انه البكتيريا مش مزبوطه، ما في توازن، او في بكتيريا ضاره كثير. وبرافق الشيء غازات، وبرافق عسر هضم، وبرافق ليه ما بدها ترتاح من هالبطن المنفوخ؟ بتدوب الشحوم الموجوده هون؟ لا 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 لا. تدويب الشحوم نحن نتحفظ على هالحاله حتى. نعم. ما نعمل له ماركتينج. اذا كان في مشكله يعني بالمصران، لكن بحل مشكله المصران كليا. نعم. لانه هو بحسن عمليه الهضم. في عنا فيفيان بفعل الرجيم، هيك عم بقول لك خذيه مع الرجيم. مع الرجيم. فيفيان من بكفيا، صباح الخير. الو، ايه تفضلي فيفيان، شو سؤالك؟ دكتور الفريد عم يسمع. هلا انا ما عم بسمعكم كثير منيح. نعم. عم جرب اسمع من التليفون، بس كمان مش كثير عم بسمعكم. تفضل. بس حابه اقول لك اول شيء هنيه على البروجيه. انا لازم اكون مندوبه عندك لانه لحديد هلا صار لي 3 شهور عم باخده. ورائع، وندرفول، سوبر. عم بقول له لكل العالم، يعني يمكن اكثر من 100 شخص صرت عم بقول لهم عنه، مشان هيك قالوا لي اشتغل عندك الحقيقه. محظوظ بيطلع لك هديه. هيدا اول شغله حبيت اقولها. ثاني شغله بدي اسالك سؤال، انا صار لي 3 شهور عم باخده، وبدي اعرف اذا فيني اكمل اخذه، خايفه وقف، وحبيت كثير عطيني ريزالت من كل النواحي، نفخه، اي فيل انرجيتك، اي فيل مور لايف، كثير حب البرودكت. هلا انا كيف عم باخده؟ كل ما باكل انا الصبح ما بتروق، هلا الظهر باخذ حبتين بعد الغداء، وعشيه حبتين بعد العشاء، صار لي 3 مواع هالسيستم وكثير مبسوطه. بس سؤالي، هل يا ترى فيني كمل؟ ما بكون عم بعمل اوفر، عم بعمل اكسس؟
يلا رح رد عليك بسرعة. مع ضحكي سؤال فيفيان. حقيقة بتشكرك أنا لهالاتصال. في كتير ناس بتصلوا فيي على تليفوني، ما بحيي طلبت من حدا، مني طالب كنت من فيفيان، بس بتشكرها من قلبي على هالاتصال هيدا اللي عملته حتى تشجع الناس، لأنه اتصالها ما له أي مصلحة. إيه نعم، فيك تكفي قد ما مصروفك بيسمح لك كفي. أنا والدتي اللي هي حبيبة قلبي واللي عمرها 81 سنة هلأ، صار لي 15 سنة بعطيها بروبيوتيك بلس. بكفي حبي ولا حبتين؟ كفي أنا لوالدتي، والدتي اللي عمرها عم بقلك فوق 80، عم بعطيها بكثافي. أنا بيخد بكثافي، ما بحب ضل أقول هالشي. قد ما عم تستفيد قد ما تاخد. أوكي؟ شكرا لك دكتور ألفريد، بنشوفك يوم تاني طبعا ضمن عالم الصباح. لكل المشاهدين وقفة بسيطة ومنعود بعد للمتابعة نحن وياكم. أرض وورد مع كندا واتصالاتكم.